واعلم انه قلبه بين ايديها. يا الله، على قد مشاكلها فبتاكد انه قلبه بين ايديها، هي عم تتحكم كل عواطفه. يا الله، اذا شكى اذا شكى الرجل، مقصود انه مثلا هاي المراه اللي بحياتي قاسيه او عم تعاملني بالطريقه هاي، فتاكد انه قلبه بين ايديها. لو انه قلبه مش بين ايديها، ما حس بهاي القسوه، ما شافها كلها اصلا، ولا حس بمعامله السيئه. احنا ما بدنا يكون حدا قاسي على الثاني، على الطرف الثاني، يعني بدنا يكون في رحمه وفي حب وفي تالف بيناتهم. ولانه الحب، اذا ما كنت انت مع الشخص اللي بيعطيكي نفس الشعور ونفس الاهتمام، رح يتقلب نفسيا، رح يفرز الجسم ويخليك تشعري بالكآبة. احنا بنعرف قد ايه الحب بيفرز هرمون السعادة بالدماغ، وبيشعر الواحد دائما بالدفى وبالنشاط وبالحيوية، واحنا دائما نقول اللي بيحب عينه بتلمع. صح، عرفتي؟ ف ناس مرات بحس حالي واقف قدام كتاب كيلة ودمنا على قد ما هي يعني تعطيكي تعابير يعني رهيبة، بالعميق، عميقة بسيطة. بعدين والأهم من هذا الحكي، الشيء المميز في برنامجك انه بتستقبل اتصالات الناس ومشاركاتهم. فيعني وفورا برد عليهم على السريع، يعني حسيت انه لما حكهم معي عم بيسالوا، بتحس انه هو خلص واثق بالشخصيه اللي قدامه وعم بيسال عن حاله، لانه ما في حدا بيقعد يسال عن حاله حدا ثاني، عرفت؟ صحيح. لما جاوبهم حسيتهم انبسطوا. اكيد اكيد، بتمنى لك. كثير مبسوطه بهذا البرنامج، انه مش بس انا عم بحكي عن ابراج، انا عم بتعامل مع الناس كعاطفه. هو بس اكيد ما راح تخلي عنا اكيد في برنامج، اكيد لا راح اضل اطلع معكم الصبح، بس هو يوم الخميس اللي ما بطلع فيه عشان عندي برنامج المساء. خلص، اكيد كلنا راح نتابعك يوم الخميس الاء، وكل التوفيق لك والجو لك. شكرا لكم. انا راح ابني اصدقائي من جديد. انا اول شيء بدي اشكر كل العالم اللي دعمتني وباركت لي ببرنامج كوكب سحر، وبشكر كل اللي اتصلوا وكانوا حابين يعرفوا عن حالهم اكثر من خلال برنامج كوكب سحر اللي بنعرض يوم الخميس الساعه 6. ما بتتخيلوا قد ايه انا عن جد تعبت وانا عم بجهز لهذا البرنامج، قد ايه كان عندي خوف اني بدي اطلع بشيء كثير رائع والكل يحبه. وفعليا الحمد لله انا اخذت يعني بعض من الصدى الجميل عليه، ورح اشكر كل الناس اللي تعبت معي هذا البرنامج كمان، واشتغلت الجيش اللي كان ورا الكواليس، بس رح يكون شكر خاص لهم بحلقه الخميس هذا ان شاء الله. هلا بقدر اقول لكم انه اليوم بدنا نحكي عن كل برج شو هي الحياه المناسبه له، او كيف هو مثلا ممكن يشوف الحياه، او كيف برسم الحياه. بلش مع برج الحمل. برج الحمل كيف بتشوف حياتك؟ لازم يكون فيها تطور وتقدم باستمرار. برج الحمل ما بحب يشوف الحياة وقفت عند حد معين، أو مثلا عند تطور معين بقول لك خلص أنا هون وقفت، لا، هو بشوف الحياة إنه هي لازم بتقدم مستمر وتطور دائما. ودائما عينك يا برج الحمل وين؟ على الجائزة. ما بترضى بأشياء هيك زي جائزة طردية، لا، أنت دائما عينك على الجائزة، الجائزة اللي قدامك، وشو ما كلفك الموضوع بدك توصل لهاي الجائزة أو هاي المكافأة. الحياة بالنسبة لإلك بتحقق ذاتك بأي طريقة كانت، مش همك الطريقة، المهم بتحقق ذاتك وتوصل للأشياء اللي بدك إياها، فأنت هيك بتشوف الحياة. نشوف برج الثور كيف بشوف حياته. لازم، هو هيك بحكي انه لازم تشتغل باي مجال لتاخذ خبرات كثير، وتشتغل باي مكان لحتى تحصل على اكبر عدد من المعلومات، كمان لتكون قوي قدام اي تغييرات بتصير مفاجئه. بقول لك لانه كل ما اخذت خبرات كل ما كنت انت قوي قدام اي مفاجاه بتصير معك. الحياه بالنسبه لك يا برج الثور هي تحدي وبدك تكمل فيه للاخر، انت هيك شايف. ما بنفع توقع، هو هيك بحكي برج الثور، ما بنفع توقع او تصفن بدون ما تعمل اشي. حلو. برج الجوزاء كيف بتشوف الحياة؟ كيف ترسمها؟ الحياة بالنسبة لك يا برج الجوزاء هي لازم تكون العلاقات الاجتماعية جدا قوية. انت بتشوف الحياة من خلال كل شخص قد ايه عنده علاقات اجتماعية، قد ايه هو عنده مهارات في التواصل كمان مع الناس. بقول لك لانه الحياه بدون علاقات زي هيك ما بتمشي، او ممكن تتاخر معك الاشياء، تصير تبذل مجهود ووقت طويل بدون مثلا علاقات مع الناس. بقول لك لا، الحياه بدون ناس ما بزبط، او بدون اشخاص بحياتك. الحياه
عندك انه فعليا لازم يضل عندك مهاره وشطاره كيف تتواصل مع الناس وتعمل علاقات وتترك لك بصمه عندهم. برج السرطان كيف بشوف الحياه؟ الحياه عندك يا سرطان هو انه ما لازم يكون في حدا ظالم او مظلوم. انت هيك بتشوف الحياه، انه اذا اختفى الظالم والمظلوم من الحياه وقتها كل شيء رح يكون تمام. بتشوف حالك بالحياه مثل بقعه الضوء للكل، مثل بقعة الضوء بعتمة اللي حواليك، أو مثلا تكون أنت بقعة الضوء لحدا بحياته عتمة، أنت عم تضوي له هاي الطريق، بتحاول تكون ضوء لطريق الناس لتوصل. شوف برج الأسد، تحويل الأيام المملة لمغامرة متعة وشغف، أنت هيك بتشوف الحياة. لازم تتحول هاي الأيام المملة الروتينية لمغامرة ومتعة وشغف. الحياة بالنسبة للأسد هي مغامرة ولازم يوصل فيها للآخر وينجح، مش بس أنه يوصل، لازم يوصل وينجح. وهي مش بس تحدي، هي أكبر من هيك بالنسبة لبرج الأسد. مش أنه حياة بدنا نعيشها بس، لا، ولازم يحصل على كل اللي حاول علشانه طول هاي الفترة. شوف العذراء، العذراء الحياة بالنسبة للعذراء إنه لازم نستخدم فيها العقل والمنطق مع بعض. ما بزبط حياة بس مثلا اللي تكون عاطفية ولا اللي تكون حساس ولا اللي تكون عايش حياة بس لحظية أو يوم بيوم، لا، بقولك لازم تستخدم بحياتك العقل والمنطق بنفس الوقت. ما بنفع تعيش على الاحتمالات أو الافتراضيات. في خطة مفهومة بنمشي عليها، ما في خطة مفهومة ما بنمشي. ولك ما بزبط تعيش على الاحتمالات، الحياة خطة مدروسة بالنسبة له وبنمشي كلنا عليها. أما اللي بده يمشي بدون خطة بهيك حياة وقتها رح يضل يتخبط وضيع كتير من وقته وجهده. شوف الميزان، غير أنه لازم يعيش حياة كلها سلام وهدوء. بالنسبة له هي شكل الحياة عفوا هي هدوء وسلام. لازم نعيشها بمتعة ولذة. ما بنفع نعيش حياتنا بس احنا عم نتخبط ولا احنا بس عم نشتغل ولا احنا عم نراكض ورا اشي، لا، بقولك لازم تستمتع وتعيش حياتك بلذة. الحياة عندك يعني راحة بال وطمأنينة، غير هيك مش اسمها حياة، رح تكون اسمها اشي لنوصل للحياة. فالحياة هي طمأنينة وراحة بال بدون اي معارك او اي ظلم، حياة فيها تفاهم وود. برج العقرب، الحياة عندك سعادة وعاطفة وحب، انت هيك بس بتشوفها، غير هيك ما بتعرف تعيش، ما بتعرف تعيش بدون هدول ثلاث شغلات. الحياة انت بتشوفها انه لازم يكون فيها شغف وسلام بنفس الوقت، اذا ما كان في شغف فمعناها ما في حياة. وبنفس الوقت لازم يكون في تنافس وتحدي بدون ما تستسلم. ابدا ما بستسلم برج العقرب للأشياء اللي بتصير حوله، رح يضل يحاول فيها لحد ما يوصل لهيك، هون وقتها بسمي هاي حياة. أما غير هيك ما رح يهمه ولا رح يحس إنها حياة عاشها أصلا. برج القوس، كيف الحياة بالنسبة لإلك؟ هي فضول ولازم تضل تكتشفها. هو بحس الحياة اللي هو عايشها إنه هي إشي بيثير فضوله، فلازم يكتشف كل إشي فيها، كل إشي بده يصير معه فيها حتى لو قدام. أو هي ممكن تكون لغز ولازم يحلها. عندك متعب كل يوم يحمل لك فيه إشي جديد، بتضلك تستمتع بهذا اليوم اللي إجاك فيه إشي جديد. فأنت بالنسبة لك حياة هي متعة، ما بتشوفها من ناحية سلبية أبدا، لأنه بتقول لك بينه فاهم إنه فيه يوم إلك ويوم عليك، هي هيك الحياة. فمش دائما رح أضل أشوفها سلبية، بالعكس فيها إشياء إيجابية، لأنه عندك القدرة كمان على إنك تغير فيها مثل ما أنت بدك. الجدي، حياة الجدي هي إنه لازم كل حدا فينا يوقف جنب صاحبه ويدعم ويكون سند لإله. بقول لك الجدي الحياة بدون أصحاب ما بتنعاش، ما بتقدر تكمل فيها. كيف بدك تعيش وحيد طول الوقت؟ لازم يكون عندك صاحب يا يدعمك أو أنت تدعمه، يعني لازم يكون في صديق بالحياة. فهو بسمي الحياة هو صديق، بحاول كل جهده يقدم الدعم اللي بيقدر عليه. هو بشوف إن الحياة يعني الأصحاب والناس المنيحة اللي حواليه، فهي هاي حياة الجدي. برج الدلو، الحياة عندك إنه لازم حدا يعيش بالطريقة اللي هو اختارها، مش حدا يختار له إياها. ما حدا يظلم حدا ولا حدا يقسى على حدا،
بقولك الحياة من كلمتها من معناها، معناها أنه أنا عم بعيش حياة لطيفة، أنه أنا عم بعيش جو السلام، فمعناها ليه يكون في ظلم وفي قسوة وفي أشياء ممكن توجع الناس أو تأذي بعض؟ بقولك كل واحد يعيش حياته بطريقته اللي هو بيختارها كمان، والحياة يعني أعرف أنه كل يلي حوالي كمان بحبوني ومبسوطين، وبقدر أني أساعدهم بأي وقت بدهم، بكون أنا دايما جنبهم ومبسوطين بوجودي بحياتهم. يعني بحب السلام أكتر. برج الحوت. وأخيراً كيف شكل حياتك أو كيف بتحب تكون شكل حياتك؟ الحياة عنده يعني إبداع أفكار واختلاق للأفكار كمان. بقول لك ما في حياة بدون فن وموسيقى، هو فعلياً لولا الفن والموسيقى والرقص ما بنقدر نعيش صراحة. فتفكير برج الحوت بهاي القصة كتير رائع. بقول لك ما في حياة بدون فن وموسيقى. الحياة بالنسبة للحوت هي لازم تكون لمسة سحرية منك ما حدا ينساها أبدا، يعني أنت تحط بصمتك وما حدا ينسى بعد هيك وجودك، وجوده في حياتك. إحنا لازم نعيش حياتنا بالطريقة اللي إحنا حابينها وبالشكل اللي إحنا اخترناه، ما نخلي حدا يختار الشكل اللي إحنا بدنا، طول ما إحنا ما عم نأذي حدا ولا عم نضر حدا ولا عم طول الوقت نفكر كيف ننطق ولا كيف نعمل ولا كيف نسوي. لا لا، نعيش حياة بسلام، بحياة الحب مع الشخص اللي اخترناه واللي بدنا إياه، أو شكل، مش شرط شخص، ممكن شكل البيت اللي إحنا عبين نعيش فيه، شكل المكان، شكل الشغل، كله هذا حياة، مش شرط بس الحياة العاطفية. بس خلينا نعيش حياتنا بسلام، نختار الأشياء إحنا بنحبها وبس، ما يفرق معنا شيء تاني. بهيك بنكون خلصنا فقرة الأبراج اليوم، خفيفة لطيفة. شكرا فقراتي الجاية، إلى اللقاء. ما تنسوا تحضروني يوم الخميس كوكب زحل الساعة 6 المساء. يعطيك العافية. يعني مثل ما حكيتي آخر شيء، أنا مع برج الحوت إنه الحياة هي فن ورقص وموسيقى، يعني لولا وجود هاي الفنون اللي بتعطينا الطاقة وبتخلينا إنه دائما نطلع كل الطاقات السلبية اللي فينا، هيك بنستقبل الحياة دائما أجمل. وبنتمنى إنه بهالسنة الجديدة إنه الكل كل أمنياته وتكون الحياة كتير آمين يا رب أجمل وتكون على كل حلوة. الله يعطيك العافية. دائما عم تبدي بتنوع الأبراج اللي بتعطينا إياه، وفعليا بصير عند الواحد شغف وانتظار هيك تحمس بده يعرف ايش اليوم خبيتي لنا. عن جد شكرا لكم، الله يعافيكم يا رب. مشاهدينا اكيد مكملين معكم بفقراتنا لليوم، وهلا وصلنا لفقره الترند مع زميلتنا مريانا خوري. رح نطلع نحضرها مع بعض ونرجع لكمل حلقتنا، خليكم معنا.